وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ تكونوا بألف خير. ورجعتكم أشوفكم مقطع جديد، تحدي من تحديات الأسبوع السادس. تحدي يعتبر تصير مباشر، وقبل بداية المقطع يا شباب لازم تعملون أشكر صلى على النبي، بعد لازم تعملون خلاصات على زر الاشتراك، لكن مقطع فاجرز كمان. لا تنسوا تستخدموا كود أتوب شوف شيش الظاهر أمامكم. خلينا نبلش على طول. بطلب منك من هذا التحدي يا شباب، احكي لك اصطاد الحيوانات البرية. هسه بالنسبة للسيزون الجديد صار في حيوانات جديدة مثل الدجاج، في عندك ذئاب، وبعيد عنكم في شفت كمان خنازير، وبعرفش إذا في كمان مخلوقات ثانية، بس هذول اللي شفتها. كل عليك إنك زي هيك هاي الحيوانات إنك تصيدها وأنت ماشي في الطريق. هسه في شيء إلها موقع محدد، فعشان هيك أنا حددت لك على هذا المكان. هسه لو تنزل عليه مرة ثانية على هذا الموقع يمكن ما تلاقي. فأنت روح على أي منطقة وأنت ماشي في الطريق راح يطلعوا لك، يكونوا قدامك، كان الذئاب أو الدجاج أو إلى آخره أو أي نوع من الحيوانات. أنا هسه مثلاً هون طلع عندي كمان اللي بمنطقة هاي الغابات الباكية، طلع عندي خنزير بعيد عنكم. فأنتوا شوفوا مناطق الغابات، مناطق المزارع، أتوقع يكون فيها هاي كثير اللي هي الحيوانات المطلوبة إن نقتلها. فأي أنا قعدش تغلب حالك تفوت مقاطع ثانية، أنا عارف حالك تقعد تدور، بس لا أنت امشي لحالك راح يطلع قدامك. وسهل جدا كثير هذا التحدي، فأنت يعني عادة بيكونوا كمان أكثر من واحد مع بعض فبتخلصهم على السريع. وبس يا شباب هذا كان عندنا هيك المقطع لليوم، ولا تزعمونا خلاصات على زر الاشتراك لكم مقطع فعل الجرس، وخلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد، ومع السلامة. Peace.